بطلة أولمبية دولية متخصصة في صنف 400 متر حواجز وبطلة والعالم مرتين. لنتعرف على قصة المغربية نزهة بدوان. من مواليد 1969 نزهة بدوان ابنة العاصمة الرباط ترعرعت وسط عائلة بسيطة وكانت مولعة بالرياضة. ظلت تحلم بأن تصبح يوما ما شخصية معروفة. انطلقت مسيرتها الرياضية في ألعاب القوى عام 1986 مع الفريق الوطني للشبان. نزهة بدوان المرأة الوحيدة التي أحرزت لقب بطولة العالم مرتين في صنف 400 متر حواجز بعد أن فازت بالميدالية الذهبية سنة 1997 بأثينا وعام 2001 بأدمونتون، وحصلت على لقب أحسن رياضية من اتحاد ألعاب القوى خلال مشاركتها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بسوريا، ولقب بطلة أفريقيا في البطولة الأفريقية بمصر لتعلن اعتزالها سنة 2005. بدوان أسست جمعية المرأة إنجازات وقيم، وكانت مشرفة في المعهد الوطني لألعاب القوى ومحاضرة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، كما أنشأت جمعية خاصة لمكافحة سرطان الأطفال، وأشرفت على تنظيم تظاهرات رياضية نسوية على غرار ماراثون الرباط الذي شاركت فيه أكثر من 20,000 امرأة. ماذا تعرف عن البطلة المغربية؟ شاركنا رأيك.